يسعد لي مساكم من وين ما كنتوا تتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده من اهل المدينه، راح نتناول بها الكثير من القضايا اللي تخص المدينه واهل المدينه، ولكن بدايه خلينا نتعرف على العناوين مع سفيان. مساء الخير سفيان. مساء الخير يا سمير، مساء الخير بكل مشاهدي قناه الشرقيه وبرنامج اهل المدينه، ومثل ما تعودتوا البدايه حتكون مع الاخبار والعناوين. انعدام حصاد مياه الامطار في العراق يزيد من فرص الجفاف. إعلان نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية. الطبقة الكادحة تشكو من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. مساء الخير من جديد، ومساء الخير يا سمير. مساء الخير سفيان. يعني اول موضوع انعدام حصاد مياه الامطار في العراق، هذا حيكون موضوعنا الاول اللي حركز عليه، وحيكون ويانا ضيف حتى نتحدث بكيفيه استثمار المياه في العراق وخاصه مياه الامطار، وهل احنا استثمرناها ام لا، مدى غزارتها، واحنا مقبلين على امطار اكثر او لا. بس انا بدي اعلق على الموضوع الثالث، وصراحه فعلا اليوم يعني نحتاج تدخل احد الجهات المسؤوله اللي سيطر على ارتفاع الاسعار اللي دي يصير في اسواقنا، سواء يوميه دي يصعد فتشي وما ينزل، سواء كان يعني الدولار صعد او نزل الفتشي دي يصعد ما دي ينزل، وهذا الفتشي تسمع اليوم في كل بيوت العراقيين وين ما تروح، سواء دي يشترون اشياء كماليه، سواء دي يشترون خضروات فواكه اكل مستورد محلي، مين ما تروح مين ما تجي كله مرتبط بارتفاع الاسعار نتيجه الدولار وغيرها. اليوم فعلا الطبقة الكادحة لا، بس حتى الطبقة الوسطى اليوم في المجتمع تعاني بسبب ارتفاع الأسعار. ليش؟ لأنه اليوم لمن هاي الطبقة يا سمين، الطبقة المتوسطة لما تروح من عندها مثلا لما يريدون يصرفون فلوس أكثر على المواد الغذائية أكيد حيقل دخلهم، بالتالي حتقل مخزونهم من الأموال اللي عندهم، ما يقدرون يبنون مشاريع بالمستقبل. موضوع صار متعب للمواطنين بشكل عام، سواء كان موظف يعني ذول الدخل المتوسط والدخل الفقير. لكن خلينا نسولف بموضوع الأمطار والأمطار اللي نزلت في العراق. يمكن الكل شاف فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية وعاشها في العراق بشكل عام، لفيضان بعض الشوارع، فيضانات بعض الشوارع في بعض المحافظات، شفنا في الموصل يعني احتاجت يومين حتى ما تنشف هاي البحيرات اللي صارت، شفنا السيول موجود ايضا في احدى شوارع الموصل، شفنا بهذه اللقطات في الحله ايضا في بغداد، كل المحافظات تقريبا اليوم نزلت بها الامطار. المواطنين كلهم هناك يقولون بانه احنا هاي الامطار يا بدنا نستغلها، لا لانه هو انت تشوفون يا سمين الامطار بتصير بس مضره عليهم في اغلب الاحيان. بالضبط، تعب الشوارع، وهمين يا ريت انه يستفادون من عندها حتى بالتالي نستثمرها موسم الجفاف اللي دائما يصير موسم الصيف. ولكن خلينا نعرف احنا تفاصيل بالضبط هذا الموضوع اللي احنا نريد نسولف به، بانه هل احنا اذا نستفاد من هاي المياه الامطار اللي كل ما تنزل علينا احنا نغرق وخسائر ماديه وغيرها ام لا. حينضمنا السيد عادل المختار، خبير مالي مائي وبيئي. اهلا وسهلا استاذ عادل، وشكرا جزيلا لانضمامك لنا. سيد عادل، خلينا نبدا وياك بموضوع الامطار، وهذا السؤال اليوم اللي يحير المواطنين، واحنا تناقشنا قبل ما ندخل الحلقه. الامطار اللي نزلت يمنا تعتبر امطار كبيره جدا لو متوسطه لو خفيفه؟ شكرا جزيلا حضركم على اهتمامكم بهذا الموضوع حقيقه. اهلا بك. الشيء اللي اريد اقوله، المطره الاولى قبل اسبوع تقريبا تذكر حضرتك كانت مطره خفيفه وتكاد تكون أقل من المتوسط. أوكي. وهذا الرأي هو الأنواع الجوية. طبعاً. حسب الأنواع الجوية أعلنت قالت المطرة السابقة كانت خفيفة وأقل أو دون المتوسط. المطرة الحالية حقيقة هي مو مطرة قوية حتى نقدر نعتمد عليها. وإنما مطرة يمكن 8 ساعات أو 9 ساعات. لكن أضيف لك تصريح وزارة الموارد المائية يقولون هذه المطرة ما أثرت بالخزين مالتنا نهائيا، يعني كل كميات المياه اندفعت باتجاه المحافظة على معدل المياه
بالأنهر. أوكي؟ مع ذلك لكن رد فعل وزارة الموارد المائية كان رائع. سووا قللوا الإطلاقات من السدود. تعرف إحنا وضع السدود مالتنا اليوم أسوأ خزين في تاريخ العراق، كلما مر بينا هكذا خزين متدني. فلذلك سووا قللوا إطلاقات حتى شنو كمية المياه تجينا الإيرادات من تركيا هي توفي بالغرض بالإضافة للمطرة فيتوازن، فنحافظ على الخزين مالنا المتدني. إذن هذه النقطة مهمة. الشيء اللي أرد أقوله بصراحة إذا تسمح لي يعني ولو في الدقيقة مهمة جدا، اليوم من تدخل يوتيوب أو الفيس تشوف الفيديوهات لازوري يضرب العراق منخفض، هاي كلها ترى مواقع ربحية يعني مجرد اللايكات. يعني على سبيل المثال اليوم خميس، شو خميس منخفض جو يضرب، تشوف الموقع هو شخص في المغرب مجرد يسوي ربح لايكات كلها كذب. فلذلك أتمنى من جمهورنا الكريم من يأخذ المصدر، عندنا فضائيات يعني مثلا الشرقية اليوم لو تجي تشوف هذه العشر أيام كم يوم طلعت اكو امطار، بس هو بس يمكن اول بارحه. وهذا هذا مهم احنا دائما نقوله بانه لما تاخذون معلومه دائما اخذوها لما يكون هناك مصدر، لانه هواي من الناس يقدرون يكتبون بكيفهم. طيب هذا ياخذني السؤال اخر بس اليوم. بس خليك كمل راح اجر لك اياها مثل ما تريد. ف يعني من قناتكم الكريمه لكل الفضائيات تقرير الانواء الجويه يوم بيوم او كل يومين ثالث حتى المواطن يرتبط بينا مو يرتبط بالوهميات. هاي واحد اليوم هالسنة. أنا قبل ما ننتقل لهاي الثاني عمود نكون ويا الموضوع، يعني أول تعقيبا على هذا فعلا، بس احنا اليوم نشوف بأنه لما الشوارع فايضة والمحافظات فايضة وإحنا تبدأ تقول الأمطار هي متوسطة ما دون المتوسطة، فيعني هذا بغض النظر عن موضوعنا، بس يا جماعة أنتوا اللي تقولون هذا تطلعون المدن بعدها ما مطر حتى مطر شديد، لا هي سيول لا هي ما أدري شنو، وإحنا غرقنا بهاي أبسط مطرة. طيب اليوم أنت متحدثت عن بعض الأمطار أو هذه مياه الأمطار دي تتخزن وغير، هل أفهم من كلامك بأنه اليوم إحنا وضعنا في العراق جيد من ناحية تخزين الأمطار، يعني ده نعرف شلون نوجه الأمطار اللي نزلت على محافظاتنا لسدودنا ولخزاناتنا المائية؟ نعم، حقيقة إن الأمطار اللي تجي من سامراء شمالا باتجاه تركيا هذه كل الأمطار تخزن من سامراء شمالا، ومن سامراء جنوبا للبصرة هذه ما تخزن وإنما تدفع للأهوار ومنها لسقي المزروعات والمتبقي لدفع اللسان الملحي عن البصرة. هذا واضح التقسيم. إذن هالسنة أكو أمطار لولا أو وضع الأمطار هالسنة كتقييم راح نضيق. العام الماضي لو تتذكر العام الماضي كانت الخطة الزراعية 1.5 مليون دونم للموسم الشتوي على أن تراجع في 15-11، على أن يعاد النظر بها 15. من جاء 15-11 كانت أمطار متوفرة فلذلك زيدوا الخطة 1 مليون إضافي هذا الموسم الماضي العام الماضي. مع ذلك الموارد المائية تقول كانت سنة شحيحة أو السنة الرابعة شحيحة يعني رغم كانت أمطار وزيدوا الخطة. طيب إحنا اليوم وصلنا 23 بالشهر مو باكر 24 ولحد الآن ما نقدر نجازف ونراجع الخطة لأن ماكو أمطار لحد الآن أو أمطار شحيحة. إذن ممكن نستقبل بالأشهر القادمة يعني ممكن، لكن السؤال راح أسوي في التصريح من يوم حضرتك لنهاية شهر 12 إذا مجدت أمطار غزيرة مثل 2019 أيام الموجة الفيضانية تذكريها ها ما معنى الصيف راح يكون قاسي جدا. وهذا اللي شفناه ذاك الصيف. وفعلا أنا أيضا لفتني تصريح للمسؤولين عن هذا الملف دي يقولون بأنه هاي مياه الأمطار ما قدرنا نستثمرها. بس أنا خلي أروح لموضوع آخر، يمكن كنا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بالأخبار اللي يتحدثون في دول الجوار صار عندهم أمطار فبالتالي سدودهم بدأت تمتلئ وبدأوا يطلقون إطلاقات مائية لنا. اليوم شلون أفضل طريقة لاستثمار مياه الأمطار والسيول من دول المجاورة لإنقاذنا من الصيف القادم على الكمية اللي دا تنزل عندنا يعني على هالكمية الحالية؟ أولاً الإيرادات تجينا من تركيا تحديداً لأن أكبر الإيرادات هي من تركيا، من تركيا تحديداً أسوأ إيرادات واصلتنا الصوأ يعني دون 200 متر مكعب بالثانية، وهذا الوضع المأساوي اللي إحنا به هم أمطار ماكو وهمنا الإيرادات قليلة. فلذلك إحنا نقول الله يستر
يعني ندعو من رب العالمين انه يسعفنا، لان اليوم احنا ما عندنا غير حلول السماء. لو تذكر العام همينا، اجى المطر احنا زرعنا، لو ما جاء المطر ما نزرع، وهسنا همينا الوضع. اذا صارت ما عندنا خطه زراعيه سوى نعتمد على الامطار، فلذلك هالسنه لا زالت لحد الان امطار ما جتي. اذكركم في 2019 الامطار جت من شهر العاشر، اتذكر بال 2019 الجميع في كل المحافظات حسوا بغزاره الامطار، العاشر وال11 وال12 والواحد دق امطار، خزننا في ذاك الوقت بحدود 60 مليار متر مكعب في 2019. اما هسه احنا اسوء خزين، واليوم احنا راح نغادر شهر 11 نطب ال12. طيب باختصار حتى ننهي الفقره ويا حضرتك اليوم، المواطن يريد يعرف كبنية تحتية مائية للعراق، هل نحن بنيتنا التحتية كافية لاستثمار مياه الأمطار؟ بنعم أو لا؟ يعني إحنا مثلاً عندنا نوجه الأمطار، الوديان مالتنا بسدود صغيرة، تعرفها كلها أشياء أنابيب. أنا قلت لك شيء واحد، كل الأمطار اللي تجي من سامراء شمالاً تخزن ومن سامراء جنوباً ما تخزن. الفضاء الخزني اللي عندنا، الفراغ الخزني، السدود فارغة تحتوي لسنتين فيضانية ممكن. لا يعني أنت يوصل الفيضان من مكان المطرة للبحيرة، عندنا هيك أشياء بالضبط كلها موجودة. موجودة من سامراء شمالا كل الأمطار تخزن، من سامراء جنوبا ما تخزن، والفضاء الخزني اللي عندنا أو الفراغ الخزني يكفينا لو سنتين فيضانية تكفي. إحنا بس بحيرة الثرثار يحتاج لها 40 مليار، بينما إحنا في 2019 كلها ما قدرنا نخزن 60 مليار، تخيل. فلذلك احنا عندنا فضاء خزني، لكن المشكله اللي عندنا لا زالت سوء اداره. نعتمد الزراعه مثل ام البيت عندها نص تانكي، هسه احنا تخيل عندنا نص تانكي، ايش لازم نسوي؟ ما نغسل السياره، ما نرش الحديقه، ما نرش الزرع، ما نرش الطرمات، نقتصد الى ان يجي. احنا مع الاسف لازلنا هدر المياه، ولذلك وضعنا خطر. وانا قلت لك لنهايه شهر ال 12 اذا ما جت امطار غزيره اسوء 2019 الصيف قاسي جدا والله يستر. يعني المختصين والمواطنين والناشطين وحتى الحكومه بدها تقول لكم يا اخوان احنا في ازمه بموضوع الجفاف، خلي على الاقل نقتصد بالمياه اللي نستهلكها بشكل يومي في العراق وفي كل المناطق، اللي واصلكم على الاقل مي لبيوتكم. سيد عادل المختار، انت خبير مائي، شكرا جزيلا لتواجدك ويانا بالاستوديو ولكل هذه المعلومات، وبالتاكيد حيكون عندنا لقاءات قادمه لتحليل مزيد يعني من هذه الاشياء. الوضع المائي خطر ونحتاج الاعلام ان يرشد، لان وضع كلش خطر. اتفق معك جدا، شكرا جزيلا لك. وفعلا وضع المياه اليوم ياسمين خطر، واعتقد هذا الشتاء لازم يكون مثل ما ذكر سيد عادل، يعني اليوم لازم يكون عندنا خطه واضحه لكيفيه استغلال هذه الامطار، وان شاء الله تكون امطار غزيره هذا الموسم. ويمكن هاي الامطار فتحت لنا راسا، شفنا البنى التحتيه اللي صار لكم يبنون بيها. اذا نتمنى خطه واضحه انه حتى بالتالي نستثمر الامطار، وان شاء الله يا ربي امطار تكون يعني بنهايه مثل ما قلنا لحد نهايه الشهر يا رب ان شاء الله تجي، ونفس الوقت وعي من قبل المواطن انه يتم تقليل هدر الماء مثل ما دائما احنا نقول انه ضروري نقتصد ونرشد الماء حتى بالتالي يعني ما نفقده، يعني ينتظرنا ممكن انه صيف جدا جاف. خلونا نروح لموضوعنا الاخر، وهذا الموضوع بغايه الاهميه. اليوم من تصير اي مضاعفات تخلي الحامل تولد ولاده مبكره، سواء كانت بشهر السابع او الثامن، بالتالي الطفل لابد ما يحتاج انه يدخل المستشفى ويدخل في حاضنة الخدج. هذا الخدج مثل رحم الام من ناحيه الاكسجين والحراره والسوائل وغيرها. وكلنا نعرف انه هذا الخدج يتوفر بالمستشفيات الحكوميه، وممكن تواجدها بالمستشفيات الاهليه، ولكن باسعار جدا عاليه يصعب على الناس العامه دخولها ووضع الاطفال بداخلها اللي محتاجين بالفعل لحاضنه الخدج. اليوم من خلال برنامجنا عائله من صلاح الدين صارت عندهم ولاده مبكره بشهر الثامن، ومن دخلوا الخدج بهذه الردهه لا يوجد طبيب مشرف بهذا الخدج. يعني بمجرد انه ما يجي يشوف مره واحده يشرف على الاطفال ويرجع. طيب ايضا عدم وجود طبيب عيون الاطفال بهذا الخدج، ليش؟ لان الاكسجين اذا كان زايد بهذا الخدج راح يسبب لهم مضاعفات خطيره، وبالتالي اما يسبب لهم العمى او يسبب لهم الضمور. اليوم معنا راح يكون والد الطفل نواف السيد ايمن احمد، راح يحكي لنا عن حاله ابنه وتفاقم وضعه بسبب دخوله
في الخدج، وهذه دائما ما احنا نسمع بها سفيان، يحتاج رعاية ومتابعة الأطفال الموجودين بالخدج. ضروري، وخاصة من نعرف بأنه نواف الطفل نواف فقد بصرة نتيجة ازدياد كمية الأكسجين في الحاضنة حسب ما ذكر أهالي الطفل، وزودونا بتقارير من الأطباء، وحتى راحوا لمصر، وفي مصر أيضا شاف الطبيب ودز اعطاهم تقرير، بس تشوفوه لما نتحدث عن هذا الموضوع على الشاشة، يقولهم بأنه كان هنالك صار سبب فقدانه للبصر هو تعرض لكميات كبيرة من الأكسجين أو كميات غير صحيحة من الأكسجين في الحاضنة. وهذا الموضوع يقودنا لمكان بأنه إحنا يا أما نفوت المستشفى نفقد حياتنا، يا أما بنفس الوقت يتدمر مستقبل هذا الطفل. هذا الطفل المفروض هو وأهله عايشين في بلد مفروض بقانون هذا البلد موفر كل الاحتياج، ما موفر كل شيء، بس المفروض يكون موفر على الأقل الأمان، لأنه الامرأة تقدر تروح تولد في مستشفى حكومي والابن لا يعمى ولا يصير بيشي ولا أبد. بس تقولوا لي إيه قد تكون هذه حالات فردية، نعم قد تكون هي حالات فردية، وأنا متأكد هناك مئات الولادات اليومية وده تكون بها كل شيء ما بها، بس من يحدث مثل هذه الأخطاء يجب أن نقف عندها، ويجب أن نقف عندها ونحقق ونشوف من الغلطان، مو لأجل المعاقبة فقط، لأجل تصحيح الخطأ وعدم إعادة هذا الخطأ من جديد وفقدان بصر لطفل آخر من أطفالنا. مرة ثانية أقول إحنا هنا حديثنا وسح نحكي ويا الأب، ما دريد بأنه نقول وزارة الصحة أنتم ما عندكم شيء زين وما، لا إحنا وياهم، بس إحنا هنا أنا موجودين حتى نشوف الأغلاط اللي تصير حتى مصر مرة ثانية. طفل يفقد بصره بعد ما أجل الدنيا، يعني حرام هذا اللي شيء يصير، والله يكون بعين أهل نواف. وارجع وأقول بأنه فقدان البصر يمكن بأنه إن شاء الله هو أهل الله يساعدهم على، يعني ما حتكون سهلة مثل ما الطفل يكون كامل، لكن نفس الوقت الحمد لله أنه بعد عايش هذا الطفل. أبو نواف حينضم لنا باتصال هاتفي. أبو نواف مساء الخير وأهلا بك ببرنامج أهل المدينة. شوف بالبداية أنا جدا آسف بأنه إحنا نتحدث عن هذا الموضوع، لكن يمكن هو لمصلحة الطفل ومصلحتكم وأنتوا تواصلتوا ويانا حول هذا الموضوع أيضا، وإن شاء الله يا ربي يعني ما أدري الله يشفي، وإن شاء الله تلقون العملية أو الطبيب اللي يجري هذه العملية. فخلي نبدي من البداية أسألك، أنتوا قبل سنة تقريبا هو إجا الطفل ودخل لي الخدج، شو وقت اكتشفتوا فقدانه للبصر؟ اكتشفناه وراء 4 أشهر. شلون اكتشفتوا يعني؟ ورا 4 أشهر جيت وخليت علي عيونه هيك لايت لا يغمضها لا كذا، احنا يعني ما نعرف شنو، عيونه انفتحت وطبيعي وما عنده مشكله. بس ورا 4 أشهر هيك خليت علي عيونه شلون الفلاش مالت الموبايل. اي ماكو لا حركه لا يغمضها لا كذا، راسا ركضت بي للاطباء. زين ركضت بي للأطباء قالوا لي هيجي، ركضت قالوا عيني هذا مخلينا هذا خدجي، مخلينا بالخدج ومخلينا أكسجين زايد، خطأ طبي. زين ايه ما خليت، ركضت رحت لبغداد، رحت الجميع كل ما يقولوا لي دكتور مال أخصائي مال عيون أني أركض بي، وأني تدري الحال يعني الراتب، أنا موظف بس الراتب قليل دوبة يساعد يعني طبعا. ما يكفي الله يساعدك. اي والله ونركض هيك، وامه هو شلون جاء الطفل ثميني. جاء ثميني صارت قالوا لازم تسوي لها عمليه، سوينا لها عمليه، طلع الطفل من صاله العمليات ما بي كل شيء، يصرخ ويبكي، وديناه للخدج ظل 18 يوم. كم يوم بقى بالخدج؟ 18 يوم. طيب ابو نواف، مو المفروض انه يكون هنالك طبيب مشرف يشرف عند خروج الطفل من الخدج على كافة أعضاء الداخلية، النظر، السمع؟ إذا تسمحوا لي يعني إحنا هناك نراقب الطفل بالخدج، الفراش المعين مال المستشفى هو يجي قعدنا هنا شوفوا هذا الأكسجين، من يخلص المي مال الأكسجين خلوا له أكسجين، خلوا له مي بالكلاس تاي ظل مشتغل عليه الأكسجين. يعني انتو لازم تسوون هاي الاشياء، مو ماكو واحد مختص يسويها؟ لا يجي دقيقة واحدة افتر عليهم كلهم وطلع، وبعدين انا ما تركت الطفل، من طلعت من الخدج ظليت اراجع دكتور اخصائي.
ظليت ما قال لي الوليد ما يشوف، ما قال لي ابنك تلاحق مثلا بيشيت وجيد وطبيعي وانا مكيف وببني. ورا 4 اشهر حسيت ولان ابني بس دقيقة، فاقد البصر. هذا اللي قال لك بانه كل شيء تمام كان بالمستشفى ايضا، يعني قبل ما تطلعه هو فحصه وشاف كل شيء تمام. هو موجود. طيب ابو نواف، ما اعرف اذا نواف يمك هادئ تحب يكون يمك نشوفه. اقدر اجيب لكم اياه، وانا دزيت لكم صور. هو موجود هسه حاليا امامك بالشاشه، مو مشكله. انا عبالي قريب عليك همينة، ما شاء الله عليه. الله الله يحفظ لك اياه يا رب ويحمي لك اياه. نرجع لموضوع المستشفى. طيب احنا سمعنا بانه انت شفت تقارير اللي سويتوها كلها وراجعت كيف عدد من هذا نواف جابوا لي هذا نواف حبيبي نواف، الله يطيب طول العمر ان شاء الله يا رب. طيب ابو نواف، انت قلت راجعت هواي مستشفيات وانا ما اريد اضايق الطفل، بس ايش قالوا لك؟ اكو حل له الاطباء بشرنا. والله تعرف دكتور استاذ، احنا رحنا حتى اخذت اهل مصر اني اي وكتبوا لي تقرير كامل دزيت لكم اياه انا التقرير. قالوا انفصال بالشبكيه، ما اعرف عاد انا ما عندي امكانيه اضل اركض هيك واضل اركض هيك، ما عندي يعني ليش اقول لك. بس هم الدكاتره ايش قالوا؟ هل هذا عنده حل او لا؟ والله دكتور بايران دزينا له التقارير قال ان شاء الله له حل، بس انا ما عندي هذا الرايح طبعًا. ما يعني ليش طبعًا. طيب احنا نعوف نواف يروح يا امه، خاف خطيه ضايج من احنا ما نريد نزعجه. بس اسالك هنا أنا سؤال، لما نتحدث عن العمليات والاطباء اللي زرتهم بعد ما اكتشفت بانه الطفل فقد بصره بسبب الخدج، رحت على المستشفى الحكومي نفسه اللي جابيها الطفل، تواصلت وياهم قلت لهم يا اخوان تعالوا علي شيء شيء؟ علي من تروح استاذ، علي من تروح يعني كان تشتكي، روح للمستشفى اشتكي يعني استاذ. هو اني يعني شيء اريد اشتكي يعني شيء اريد اقول، انت تعرف يعني هنا بالعراق شلون الوضعيه تعبانه مال المستشفيات والنوبه الخدج. والله لو تجون وتشوفوا اي تفضل اسمعك. اي فبالتالي ما لا يعني لحد الان ما تحركت قانونيا بهذا الاتجاه، اشتكيت على المستشفى او مثلا حتى لو بس تتحدث مع المستشفى تشوف يعني ليش؟ والله لا خليتها يم الله يم رب العالمين. هو طفل وتو وخطيه تو يعني شلون مكيفين علي، وهاي هي الحمد لله والشكر. الله يكون بعونكم ابو نواف، وان شاء الله يا رب يكون هناك حل. شنو مناشدتك لوزاره الصحه بما انه اكيد هم يسمعونا احنا دائما نتواصل وياهم، يشوفونا حال، يشوفونا طبيب اخصائي، يتواصلون ويانا يعني هذا يعني شريد اقول لك شريد. شوف ابو نواف، احنا رسالتك حنوصلها ان شاء الله للوزاره، ونشوف وهم يتابعونا دائما وزاره الصحه ومتحدث باسمها دكتور سيف، يعني نوجه له تحيه اليوم، وان شاء الله يا رب يكون هناك رد على هذه القضيه. نرجع ونقول بس انتم يا في صلاح الدين بالضبط في مستشفى بلد العام في صلاح الدين، في صلاح الدين وهذا هاي المستشفى. ابو نواف السيد ايمن احمد رجب، شكرا جزيلا لك ل ماني اشكركم وبارك الله بكم، وصلت صوتي واتمنى تساعدوا. واجبنا هذا. واجبنا هذا ابو نواف، وشكرا جزيلا لك على هذا، والله يكون بعون نواف. وانت تفضل ابو نواف اذا عندك شيء اخير. انا محافظه صلاح الدين قضاء بلد من ناحيه الضلوعيه. اهلا قضاء الضلوعيه تمام. اذا حق رد مكفول وزاره التربيه ومستشفى بلد العام في صلاح الدين يا سمين، حتى نعرف من عندهم شنو اللي صار بالضبط. واتمنى ايه اتمنى يكون هناك بس حتى بالتالي باقي الناس اللي الحامل اللي ايضا تولد ولاده مبكره ايضا راح يترددون ويخافون انه يدخلون الخدج بسبب عدم صح. يعني وجود الاطباء المشرفين، يعني هذا الشيء هم يخلي المراه الحامل قلق انه ممكن جنينها يروح او يتعرض لهذه الحالات المرضيه. الله يعينهم. طب واحنا نريد بالعكس، احنا دائما نقولها نريد نرجع الثقه بالمستشفيات الحكوميه، احنا نريد نطور المستشفيات الحكوميه، احنا نريد اليوم المواطن يثق بمؤسسات الحكوميه، لانه بس هذا مثل هذه الحوادث، وارجع واقول لكم اكيد مو الكل، بس هذه الحوادث قد تحصل، واحنا اليوم نسولف بيها ونطلب من وزاره الصحه توضيح وبيان ويتواصلون، او حتى مستشفى بلد العام حتى العام هم يقولون لنا، حتى نوصل لحل مع بعض لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. يجوز مثلا الدكتور مو موجود، احد مقصر، حتى بس نكتشف منه التقصير، لانه طفل راحت حياته، يعني يوم حاليا هو فقد البصر، شنو ذنبه بانه يفقد البصر؟ بس لانه هو موجود في العراق، بس لانه هو يحمل الجواز العراقي، بس لانه هو انولد بمستشفى حكومي، يعني موضوع يعني والله العظيم ما من واحد ما يدري ايش يقول. روح لموضوع اخر، وهذه المره من النجف.
اللي يشتكون اهلها من واقع خدمي سيء، خاصة بعد هطول الأمطار الأخيرة اللي هم دي يقولون عن الخبراء دي يقولون أمطار كانت أقل حتى من المتوسطة، إضافة لكل هذا دي يشتكون من انتشار النفايات والأوساخ في شوارعهم الداخلية، دائر مدارسهم ومراكزهم الصحية ومستشفياتهم وفي كل مكان. اليوم الوضع مستائين أهالي النجف من هذا الموضوع، على الرغم من ما نراه وما يقول البعض من التطور العمراني اللي صاير بالنجف، الطرق، بعض المناطق اللي مهتمين بها، بعض الشوارع الرئيسية اللي مهتمين بها. احنا نتحدث عن مناطق سكنية، عن أهالي النجف وين دا يعيشون، هذا واقعهم بالصور اللي وصلتنا من عندهم، بأقل مطرة نزلت تحولت الشوارع إلى طيانة وما حد يقدر حتى بالسيارة ما يقدرون يمشون بيها. وهذا شفناه من الصور اللي دا يرسلونا إياها المواطنين من النجف. موضوع النفايات اللي مدى أعرف يا سمين ده ينتقل من مدى محافظة إلى يسيطرون عليها، محافظة مدى يسيطرون عليها. ومدى يسيطرون عليها، وكأنه الموضوع هذا صعب جدا ولا يمكن السيطرة عليه. فبالتالي يوم نتساءل طيب احنا ده نشوف إعمار من جهة، هناك شوارع جديدة، هنالك حدائق جديدة في النجف، ومن جهة أخرى ده نشوف بأن هناك ما زالت نفايات موجودة في الشوارع اللي هي من أبسط مقومات الحياة في أي مدينة في هذا العالم، وخاصة مدينة مهمة جدا مثل مدينة النجف. فحنتواصل اليوم مع ناشط مدني من محافظة النجف ومن مدينة النجف حتى نفتهم من عنده لماذا هذا التراكم لهذه النفايات. هل هنالك تقصير من البلدية مثلا ما تجمع نقص النفايات آليات عندهم ممكن؟ بالضبط، أو نقص آليات أو أيا يكن، حتى نوصل مرة ثانية لحل لهذا الموضوع. والله ما أدري بعد العمال لو لا، يعني احنا لما نروح لبغداد وأيضا على الرغم من حملة الإعمار ما زلنا نرى نفايات موجودة في شوارعنا، ما زالنا نرى نفايات حتى في شوارعنا العامة، حتى في شوارعنا الجديدة اللي مبلطيها ومسويها بالجديد أيضا توجد نفايات. أكو إحنا بقى ما نطلع المواطن بريء من هذا الموضوع، أكيد إلى حصة أو قسم أكبر من هذا انتشار، لأنه هو يمشي ويشمر صح. بالنفايات. إحنا من بري المواطن؟ المواطن أيضا دا يرمي النفايات في أماكن مو مخصصة لها، يرميها من السيارة غيرها من الأشياء. بس أنا أرجع وأقول لو شارع نظيف يبقى نظيف لمدة سنة 3 سنين 5 سنوات، المواطن من نفسه بعد ما يرمي نفايات بيه. احنا خلاص بالعراق والله اذا شارع نظيف يمكن بعد اول سنة وبعد خلص يتعودون وتختفي النفايات من شوارعنا، والمواطن ايضا يصير عنده وعي. بس انا مواطن دا يمشي وسل مخرجنا سيعرض لنا الصور دا نشوفها، من انا ما عندهم لا شارع لا رصيف لا حديقة لا شجرة، طبعا هو يشوف المكان متسخ هو يرمي النفايات في كل مكان. هاي انضم لنا السيد محمد الغزالي ناشط مدني من النجف. سيد محمد اهلا وسهلا بك ببرنامج اهل المدينه، وما اعرف اذا كنت تسمع اللي تحدث بي او لا، بس انا حعيد عليك سؤال. اليوم اللي نشوف هاي النفايات في محافظه النجف والامطار والسوت ببعض المناطق السكنيه، وبنفس الوقت نشوف هنالك حركه اعمار في المدينه، فشنو الوضع؟ بالنجف اكو اعمار وشوارع حلوه وجديده ونظيفه، لو بالنجف اللي اذا نشوف الصور المواطنين دا يدزوها بها نفايات، هناك طين بعد اقل مطره صارت وناس قاموا يقدرون يوصلون لبيوتهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله. اهلا وسهلا بك، اسمعك، تفضل. تحيه حب واحترام الى كل كادر برنامج اهل المدينه والى قناه الشرقيه في كل الوطن العربي اللي جاي يشاهدونا ويتابعونا. صراحه النجف حالتها يرثى لها. النجف أكثر من شهرين لحد هاي اللحظة من يخرج المواطن إلى الدوام، يخرج المواطن إلى العمل، في كل أزقة النجف في كل شوارع النجف عبارة عن طمر صحي مملوءة بالنفايات. صراحة هاي مدينة النجف الأشرف، مدينة علي الكرار، المدينة اللي فيها المركز القرار السياسي والديني يخرج من النجف الأشرف. عندما تزور النجف حالياً راح تتألم عليها كثيراً بسبب كثرة النفايات في كل شوارع النجف الأشرف، أمام الدوائر الحكومية، أمام المدارس، أمام المستشفيات وأمام الدور. غياب تام من قبل الجهات الحكومية، من قبل السيد المحافظ، من قبل مدير البلدية، ما نعرف فين السبب اللي صراحةً ما جاي يشوفون، ما اعرف جاي يشوفون ويغلسون. زين، فتحنا البلديه اكثر من مره، يابا ترى شوارع النجف مملوءه بالنفايات، اي شو يقول؟ ممتلئه عن بطنه ايديها، ليش ما حد جاي يتحرك ساكن؟ يقول لك والله انا مدير البلديه، النزاهه، غلقت الورشه
وانا بالنسبه لي سيارتي عطلانه وما جاي اقدر اصلحها، زين اذا سيارتك عطلانه وما جاي تقدر تصلحها، شنو ذنب المواطن النجفي اللي جاي يصبح على النفايات وينام على النفايات؟ زين هنا السؤال، يعني هسه مشكلتها هسه انت طبعا انت دا تتحدث ودا تطلع صور على الشاشه انه هي دا تشوف النفايات المنتشره في النجف اللي دا نتحدث عليها اليوم، يعني هاي كارثه مال انه الاليه عطله ويعفوا النفايات في كل مكان، يعني والله كارثه. يعني هسه المشكله في النجف، خلينا نتحدث عن النفايات حاليا، هي بنقل النفايات من الشوارع لمكان اعاده تدويرها، لو هي عدم توفر اماكن مخصصه لها، لو شنو وين المشكله هسه؟ احنا يعني لو بسبب الاليات، غياب الاليات. استاذ العزيز، كل تخطيط لوضع النفايات في النجف ما موجود. ممكن تلقى سيارات البلديه تشيل النفايات من شارع تشمرها بشارع اخر، بس تعبرها عن شارعين. هاي وحده، هاي نقطه. النقطه الثانيه، كل ما نخاطب بس هاي النقطة، هي ماكو يعني ماكو ماكن مخصصة لطمر النفايات، هذا الطمر الصحي اللي يسموه على أساس مع كل الأسف يومي يسوون مكان، ساعة يحطوه بالحولي، ساعة بشارع المطار، ساعة يومية مكان، هاي ماكو يومية مكان رسمي. مكان غياب التخطيط، غياب التخطيط من قبل المحافظ ومن قبل البلدية. قبل أيام كان الطمر الصحي قريب على البيوت، يومية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 2 صباحا ليلا، ما بعد منتصف الليل 2 صباحا. صراحة البيوت والعوائل تختنق بسبب حرق النفايات. وهاي سيد محمد والله شفناها بأكثر من محافظة، ومن ضمنها حاليا انضمت لها النجف. قبل ما ننهي حلقتنا وياك، أنا بس أقول بأنه حق الرد مكفول للأشخاص اللي ذكرتهم بالصفة، سواء كان المحافظ او مدير البلديه، حق رد مكفول امامكم ببرنامج اهل المدينه للرد على ما طرحه المواطنين والسيد محمد الغزي. سيد محمد الغزي، شكرا جزيلا، الغزالي شكرا جزيلا لك ولكل هذه المعلومات. وحاليا يعني انت ناشط مدني في النجف، وحاليا يعني يا سمين احنا بدنا نتحدث عن فعلا غياب تخطيط. اذا انا ما عندي مكان للطمر الصحي، ما عندي اذا سيارتي تعطل، ما عندي سياره تنقل النفايات من المنطقه مال النجف، صحيح. يعني لا عندي مكان اودي بيه النفايات، ولا عندي سيارات الم بيها النفايات، ولا انا عندي وعي اصلا من المواطنين حتى مثلا ما يلموا، وين يذبوا وين يودوا. لا وسمعتي يقول لي انه اليه عاطله، طيب هاي محافظه النجف ايش كبرها؟ بس ممكن اليه واحده انه هي اللي تنقل النفايات؟ واذا عطلت الاخرى، واذا عطلت كل السيارات شنو؟ بالضبط. يعني نسبح بالنفايات؟ ما حق الرد مكفول لهم للنجف والمحافظه، ويا ريت مو حق الرد مكفول، لا احنا نريد من عندكم تردون على هاي التساؤلات، بانه شنو وضع النجف ويا النفايات؟ يعني شو ما تقدرون تديرون هذا الملف، او شنو اللي يصير؟ ليش هيك منتشره؟ وننتظر منكم الجواب. طيب خلينا ننتقل لكركوك بهذا التقرير. دوريات مرور كركوك وهي تتجول بشوارع المدينه توجه مكبرات الصوت نداء اخير الى اصحاب الدراجات الناريه، خاصه دراجات الدليفري، حتى يروحون يسجلون دراجاتهم قبل انتهاء المده القانونيه واللي من المقرر تنتهي يوم 30/11. وكل اللي ما مسجل دراجته ترى بالتالي راح تتم مصادرتها ويتم حجز صاحبها. فهذه دعوه من خلال برنامجنا انه روحوا سجلوا دراجاتكم، خصوصا مثل ما قلنا اصحاب الدليفري اللي رزقكم عليها، وطبقوا القانون حتى تشتغلون براحتكم وبشكل قانوني وسليم. خلينا نتابع. الدراجات كلها مرقمه، تمام، بارك الله فيك. وهذين الدراجات ما مرقمه، الاطلبه من عندك انت كصاحب محل، لا تتعامل مع الدراجات اللي ما بيها مسجله، ما بيها لوحه عليها، تمام، بالضبط، لانه اخر موعد عندنا احنا 30/11، نعم، 1/12 يتم محاسبه اي دراجه تتجول او واقفه قدام محلك، راح يتم محاسبته، يعرض نفس الاجراءات القانونيه، فهو رزقه على هاي الدراجه. هسه هاي الدراجه بنفس الحاله، ما بيها لوحات، هذا الزبون هذا ياكل ما عاد لي. بارك الله بيك، احنا نتشكرك لانه انت دراجاتك كلها مسجله، بارك الله بيك. نتمنى جميع المحلات المطاعم انت تكون قدوه لهم ويشوفوك هذا التصوير، حتى تصفيه الدراجه مالتك مرتبه. طبعا اثناء تجوالنا داخل المدينه وتوعيه سواق الدراجه لغرض تسجيلها،
وتوجهنا لأصحاب المطاعم والديليفري حتى نبلغهم. شفنا صاحب المحل بلغنا أنه يجي يسجل دراجاته. طبعاً مشكوراً باسم مديرية مرور محافظة كركوك نتشكره. شوف السنويات مسجل الدراجات مالته بشكل أصولي. والله إجراءات التسجيل مال الدراجات دارت المرور كركوك حيل سهلة. أنا حقيقة سجلت 6 دراجات بيومين، كملت الإجراءات مالته كامل، وأنا أشكر الكادر التسجيل كامل ما قصروا ويانا بكل شيء، ما يأخذون بالتسجيل. خلال يومين يومين تساهلوا ويانا ومشون المعاملة على السريع خلصوهن. هاي السنويات مال الدراجات سجلتهن كلن خلال يومين، كملتهن كاملة. الدراجات اللي ما مسجلة أو ما بيها أوليات كتاب تسجيل تصريح الجمركية تتوجه إلى مجمع التسجيل لغرض ترويج معاملة تسجيل المركبة الدراجة عفوا. فأي دراجة ما مسجلة يتوجه لنا. آخر موعد هو 30/11/2023. 1/12 أي دراجة تتجول داخل المدينة خارج المدينة حتى وإن كان ديليفري أمام المطاعم يعرض نفس المساءلة قانونية، تحال الدراجة مالته بمعاملة جمركية إلى الجمارك بين قوسين تصادر الدراجة، فكلهم أصحاب عوائل ورزقهم على الدراجة، فإحنا ما نريد أحد يتأذى لأنه رزقه عليه. فنوجه لكم رسالة، آخر موعد 30/11. أتمنى من كل سائق دراجة يتوجه لغرض يسجل دراجته. هاي الفرصة يعني فرصة من عمر. دراجتك ما بيها أوراق، ما بيها أوراق ثبوتية، راح تتسجل وتصير أصولية. خطوة جيدة، خطوة جيدة من اليوم نسمع أنه يريدون يسجلون كل الدراجات وخصوصا أهالي الدليفري، ويجبرون أيضا المطاعم اللي تتعامل ويا الدراجات الدليفري لازم تكون مسجلة. إذن ضروري تسجيل كل الدراجات اللي متوفرة بشوارع بشوارع كركوك، حتى بالتالي يعني أنت تحافظ على نفسك من ناحية القانونية، وبنفس الوقت حتى أنت تعيش بسلام وتسترزق عليها. وترى حلو الواحد مني يعني يمشي الإجراءات، خصوصا مثل ما سمعنا إجراءات روتينية سلسة يعني ما بيها صعوبة. أنا مو بس معه، وشنو اللي بعد سمعته؟ يعني مليون بالمية مع هذا القرار. أنا مع بأنه إحنا نقنن الأشياء اللي موجودة عندنا بالواقع، يعني ما نقدر نسد عين الشمس بأصبعنا مثل ما يقولون. المطارات موجودة في كل مكان. يوم المواطن اكو بعض المواطنين البسطاء ما يقدر يشتري سياره، لازم عنده مطار. انت لا عندك مترو، لا عندك باص، لا عندك، شلون الناس تتنقل اذا تريد تلغيها؟ فسووها قانونيه، قننوها يعني، فهم سووا هيك فعلا. عاشتكم خطوه حلوه. البعض انا دا اشوف من اصحاب الدليفريات والمطارات دي يقول لك عمي انا الدراجه مالتي ب 600,000، انت مسوي لي رقم ب 400 ب 500,000، شلون يعني؟ يعني اغلى من الرقم، اغلى من الدراجه. يعني أنا صراحة أشوف بأنه اليوم لو مثلا تفرض عليه تقول له مثلا لازم الماطور مثلا ما يطلع صوت، أو مثلا ما يطلع دخان، وتقلل عليه الفلوس أفضل من ما أنت ماخذ من عنده رقم مبلغ كبير وأنت ما أدري شو منظم من عنده. أنا ما أعرف صراحة القوانين لازم يلغون الصوت لا، بس أنا أتمنى يكون مدرج مزعج في القانون هذا، والدخان ده يطلع من عنده، والأصوات اللي بالمناطق السكنية اللي ما تخلي واحد حتى ينام مثل الأوادم. فصراحة هذا استغراب أنا حبيت أن أقولكم إياه من أصحاب الدراجات اللي دا يقولون بأنه والله غالية. بس بارك الله بجهود وزارة الداخلية على هذا الملف وبالأخص المرور، بارك الله بجهودكم، وفعلا نريد بأن تكون الإجراءات سهلة لهم وبسيطة حتى نقنن هذا الموضوع ونخلص من عنده. والموضوع الاختيالات اللي قام من خاف واحد يفوت مطور يمنه، يا ريت يرخصوا لهم ايضا من هذا المبلغ التسجيل حتى الكل يحرص انه يسجل دراجته. فعلا روح لتقريرنا التالي، وهذا المره موضوع ايجابي جدا. هو مركز جراحه القلب في مستشفى الفلوجه استقبل 1200 مريض في خلال 6 أشهر باجهزه حديثه وكادر طبي متمرس. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. في مركز الفلوجة جراحة القلب والتداخل القسطري فعلنا عمليات القسطرة الطارئة التي تعتبر من العمليات المنقذة للحياة، فمعدل اليوم بين 2-3 عمليات تداخل قسطري طارئ، إضافة عمليات القسطرة الباردة التي تتراوح من 8-12 وأحيانا 16 عملية في اليوم. بما أنه هذا المركز هو المركز الوحيد في محافظة الأنبار أولت اهتمام عالي بهذا المركز، حيث أصبح هذا المركز كما قدمت يقدم خدمات طبية متميزة
وصلت إلى أنه خلال 6 أشهر الماضية إلى أكثر من 1200 أو ما يقارب 1200 عملية قسطرة متنوعة بين تشخيصية وعلاجية وكذلك سحب السوائل من بالقرب من شفاف القلب. المريض مرات يجيك هو مستعجل، هو يريد يشتغل قسطرة، فأنت على الجدول العام إحنا الحمد لله والشكر بعد ما كثروا عندنا الأطباء، كانوا عندنا 2 صاروا عندنا الآن 6، تقللت المدة مالت العملية من كانت موعد 3 أشهر أو 4 أشهر إلى شهر أو أقل بعض الأحيان، وموجود الجناح الخاص هذا لا أقرب يعني ممكن خلال أسبوع أو أسبوعين تكمل العملية مالتها. والله عندي الوالدة مريضة وكنت أراجع بها قبل فترة، سويت لها قسطرة على الخاص وكانت تروح تجيب مستلزمات طبية كليتها شراء من جيبك الخاص، وبعدين توجهت المستشفى العام الفلوجة والأمور كلها زينة وسويت العملية والأمور سهلة يعني إجراءات كلش بسيطة، وهسه عن دخلت العملية إن شاء الله. بعض الأمور كانت شوية متأزمين بيها يعني تروح الخاص ولا تدفع فلوس وشي، هسه الحمد لله متعاون ويانا الكادر مال المستشفى والدكاترة وجاي نشوف الوضع حيل زين ونظيف في المستشفى وتعاونهم ويانا حيل. بارك الله بجهود كل شخص يشتغل صح بهذا البلد ويقدم خدمة جيدة للمواطنين. مع هذا الخبر الإيجابي نختم حلقتنا لهذا اليوم، حق الرد مكفول لكل الجهات اللي ذكرناها بحلقتنا. تحياتي وتحياتي الكادر، إلى اللقاء. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.